يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وكيف يوجه هذا؟ نعم، الحديث ثابت، خلقه على صورته، في لفظ في بعض الروايات على صورة الرحمن، بمعنى أن له سمعا وبصرا وعلما ويدا ووجها على صورة الرحمن، لأن له صفات مثل صفات الرحمن من ناحية الاسم والمعنى، لكن الكيفية مختلفة، الكيفية مختلفة كما هو معروف. والحديث معروف، وحصل حوله كلام لبعض المحدثين كابن خزيمة، لكن المحققون أثبتوه على حقيقته. ومن آخر من كتب فيه كتابة جيدة الشيخ أحمود التويجري رحمه الله، كتب فيه على هذا الحديث كتابة جيدة في مؤلف مستقل، وجمع فيه كلام أهل العلم. نعم.